الأسبوع الماضي حكينا عن بليزرد وكيف أخلاقهم وقيمهم بالألعاب وصلتهم ليخلقوا لعبة أوفرواتش. اليوم رح نقلب الموازين ونحكي عن إي إي يلي ما بيتشاركوا مع بليزرد بشي حكيت عنه هلأ. هلا بجميع، معكم دراد، واليوم رح نحكي عن إلكترونيك آرتس. بيوم من الأيام إي إي ما كانت عم بتجرب تمص دم كل لاعبتها أو تعمل حالة ذكية على العالم، لا، بيوم من الأيام EA كانت شركة فريدة من نوعها مهتمة بعالم الألعاب وبموظفينها أكثر من حيالها شركة تانية. بس هالأيام هن كانوا الأيام يلي كان مستلمها تريب هوكنز مؤسس الشركة. تريب هوكنز عمره 17 سنة بس كان مغروم بالبورد جيمز، وحتى عمل بورد جيم لقاله اسمه أكيو برو فوتبول وأخذ $5,000 من بيو ليسوقها. بهالصيفية عمل $32,000 وما بقى عمل منها ولا ليرة. بالنسبة لسوق الألعاب اللعبة كانت فشل زريع، بس بالنسبة لشاب عمره 17 سنة عمل $27,000 بصيفية وتعلم دروس بالبزنس كتير كبار ليفيدوه بعدين بحياته. رجع صاحبنا تريب بال 1971 بلش يتعلم بجامعة هارفارد تصميم الألعاب، وهونيك تعرف على الكمبيوتر عند شاب صاحبه بالجامعة ودغري استوعب إنه الكمبيوتر هو المستقبل، فنبش على شركة كمبيوترات ليشتغل فيها ويتعلم على الكمبيوتر وكيف بيتصرفوا فيه، ولقى أبل شركة صغيرة بلا طعم بوقتها وبلش يشتغل معهم تحت ايد شخص اسمه ستيف جوبز. بس كان كل الوقت براسه ان انا بدي افتح مصلحة لإلي، وكبرت الشركة وكبر هو فيها وصار عنده اسهم فيها، وبعد 4 سنين ابل طلعت للعالم كله فبيع حصصه وطلع ملايين دولارات وليفتح شركة جاب تمويل زيادة من دون فالنتاين. مين دون فالنتاين؟ دون فالنتاين مش بس كان مساهم بإي اي، كمان كان شريك بجوجل، يوتيوب، ابل واتاري قبل ما ينشهروا بسنين، يعني الزلمة بيثبت انه فيك تسافر بالزمن. EA بلشت مع 11 موظف وتحت اسم Electronic Arts. ليه Electronic Arts؟ لانه بالنسبة لتريب المصممين الالعاب هن فنانين، وحتى الكونترايات اللي كان يعملها معهم كانت كونترايات شركة انتاج مع مغنيين، وحتى واضحة فلسفته لتريب باول العاب صدروها كيف كانت تشبه الالبومات، وحتى اسم الديزاين اللي حطوا عليها مثل اسم الفنان. وليدعم المجتمع بعد اكتر ويقويه كان يسمح من المصممين الالعاب يبعثوا له العاب كاملة بالبريد، واذا حبهم بدأ بقناعهم يشتغلوا سوا مثل استوديو بهوليوود عم ينقي سكريبتس، واذا لا لا. يعني تخيلوا من لجو كان خلقوا لعالم الالعاب، يعني كان فاتح مجال لمين ما كان ينجح فيه، وحتى كان يمشي كذا لعبه سوا لاذا واحدة فشلت تاني تعود عنها. هوكنز امن بقوه الالعاب بتسليت العالم، وكان بده اياهم يطلعوا من التلفزيون اللي بموت لك دماغك وتفوت على شيء تتفاعل اكثر معه ويكون في حياه اكثر. المهم النيه. من بعدها تريب بيطلع بمعادله خلته يحتل عالم الالعاب، وكانت كتير بسيطه. انت عم تلعب باسكت على الطريق مع اصحابك ما بتتخيل حالك، بتتخيل حالك مايكل جوردن وبيصير بدك تعمل مثله لانه كلنا بدنا نصير مثل منحبهم. فليش ما بيعطيك القدره انه عن جد تكون مايكل جوردن؟ وهون صدرت لعبه دكتور جاي ولاري بيرد بيلعبوا باسكت واحد على واحد، وهول كانوا المايكل جوردنز بوقتها. فربط اللعبة فيهم وجابهم يسوقوا له اياها كمان، وقليلة فيها نقول نجحت معه، كثير نجحت معه. EA انبسطوا بالفكرة وصاروا يطبقوها على كذا لعبة تانية، وكل سنة ينزلوا اللعبة مثل ما هي مطورة بشكل بسيط مع جرافيكس احسن بشوي. بس اذا فكرتوها فورمولا فاشلة ما تعتلوا هم، الفورمولا كثير ناجحة وجابت لهم $5 مليار. $5 مليار. ساعتها ما بقي سبور بالعالم ما عملوا له لعبة، وحتى فتحوا قسم الاي اي سبورتس بال 1991 ودغري عطوا له هالقسم كل الحقوق الشارينا من الشركات والفرق، وراحوا من خلاله كمان اشتروا الحقوق البقية لباقي انواع الرياضة. فاي اي صار عنده شبه مونوبولي على عالم الرياضة. هيدا الموضوع ضلوا ماشي لسنة 2004 لوقتها ما اي اي اكلوا دعوة على اسنانهم لانه ممنوع المونوبولي بامريكا وبتمشي ضد مفهوم السوق العادل، وخسروا حصريتهم على الشراكة المعلقة بمادن، فيفا، تنس، هوكي وكل الالعاب المشهورة غيرها. نرجع لل 91. اي اي كانوا من اول شركات بتنزل اللعبة ذاتها على كذا كونسول مختلف، وصار الموضوع شقفة ضخمة من الاستراتيجية تبعهم. وبما انه نينتندو ممنوع تعمل عليها العاب الا اذا بتكون حصرية لها، EA شارطوا على سيجا جينيسيس وصاروا يعملوا لها العاب، وكانوا هن سبب رئيسي بنجاحها. من بعدها بال 1994 تريب بينسحب من الادارة ليفتح مشروع له، ويكون هالمشروع كونسول جديد اسمه 3DO. EA شاركوه دعموه بهالكونسول، بس دغري انسحبوا اول ما سوني اعلنت عن البلاي ستيشن وطعنوه بظهره لتريب، وبلشت دوامة الهبوط تبع EA، الشركة يلي عم تنجح على ظهر افكاره لتريب. ومن وراء حجمها EA اللي كانت موزع العاب صارت تشتري استوديوهات مهمة وتوزع لهم العابهم وتحلب كل جمهور لعبة لاخر نفس وتحرق استوديو وتكبه بالزبالة. تعرفوا شركة ماكسز اللي عملت لعبة سيمز؟ بلعتها EA وبدأتها وصارت تنزل العاب سيمز نص خالصين ويكملوا لك النص الباقي بقصص لازم تدفع حقها لتلعبها، مثل اودة اولاد صغار مثلا، او
ديكوريشن باك او تياب لحيواناتك اللي دفعوك حقهم اصلا، خربوا كل شيء اسمه سيمز. من بعد بلعوا ويست وود وبلشوا يبزوا استراتيجي جيمز لزهقونا منا لريد اليرت والنسخات الزباله اللي نزلوهم بعد يوريز ريفنج. من بعدها نزلوا ماس افكت 3 بس ما نزلوها كامله، نزلوها ناقصه شايف صغيره، واذا بدك اياها تدفع $20 اول نهار ما تنزل، مش انه ما كانوا مخلصينها او شيء رجعوا نزلوها بعدين، لا اول نهار تنزل فيه اللعبه تاخذها، واذا بدك اياها كامله تدفع $20 زياده. طب يا اخي عم تبيعني اللعبه. وحتى مدير الشركه بوقتها شاف حاله بالموضوع وقال باجتماع مره، الضرب الذكي اللي بنعمله هو انه منبيعهم لعبه $60 وبنرجع نربط فيها اكسبانشن باك ب $20، وهيك بدل ما نبيع اللعبه ب60 بنبيعها ب80 وما حدا بحس. 40% من اللاعب اشتروها للشقفه الثانيه اول جمعه ما صدرت اللعبه، فثبتوا له كلامه للمدير النحس. من بعدها اي رجعوا حرقوها للشركه وكبوها بالزبال. ريب بايوير، ريب ويستوود، ريب دريم وركس، ريب ماكسس، ومش بس هيك اخذوا لهم كل حقوق الملكيه على العابهم لهالشركات، وصاروا هن يبظون مثل ما هن مع تعديلات صغار وقد ما بدك دي ال سي لتشتريهم اول نهار. من بعدها صاروا يشدوا على مواضيع المالتي بلاير لانه العاب المالتي بلاير عم بتبلش تضج، وركزوا على الاونلاين مالتي بلاير. ومن بعد سنتين من اصدار كل لعبه صاروا يسكروا سيرفرات هاللعبه ويجبروك تشتري الاجدد منها لتلعب اونلاين كمان، وحتى الالعاب اللي لازم تضاين سيرفراتها دهور كانوا يجبروك تشتري مع الاونلاين باس يلي بيجي مع اللعبه. كمان الاونلاين باس كان يجي مع اللعبه الجديده، واذا بدك تجيبها مستعمله بدك تشتري ب $15 لاي تاكدوا انه عم بيطلعوا مصرياتهم حتى من بيع اللعبه المستعمل. وهذا كله كان تحت اداره جون ريتشيتيلو يلي خلى سيت اي اي يصير بالارض، ومش بس هيك كمان تحت ادارته اي اي حاولت تحتل شركه يوبي سوفت وتيك تو انتراكتيف بانه تغر المساهمين تبعهم ليبيعون حصصهم، وهيك بجمعوا بهالطريقه الاكثريه. بس توقفوا على حدهم ورجعوا بيعوا حصصهم كلها لانه ما ضبطت معهم. وبهالفتره كمان بلشت تنرفع دعوات على اي اي لسوء معامله الموظفين وخسرون للدعاوي، لانه كانوا عم يجبروا الرسامين يبقوا بالمكتب يشتغلوا او من بيوتهم بلا ما يدفعوا لهم اوفر تايم، وخسروا الدعاوي. وجون خسرها لاي اي مئات ملايين الدولارات. وبال 2013 بعثوا لجون اللي تشتغلوا من الاداره وبعثوا رساله لكل العالم وقالوا انهم بيعتذروا لتصرفاتهم وما بيرضوا شركه تستغل اللعيبه وراح يحسنوا وضعهم. جدير بالذكر انه هالرساله بعثوها وبعد ما حتى كان في شيء اسمه لوت بوكسز. من بعده لجون جابوا اندرو ويلسون. الفرق بين اندرو ويلسون وجون انه اندرو مش بس مصيص دم بس كمان بيعرف يطلع مصاري، وطلعوا ارباح اي اي ل $8 مليون اول سنه اجا فيها، ومن بعدها وصلوا ل $875 مليون. وهيدا كله قبل ما تجي فكره عبقريه لاندرو ويلسون انه يفوت اللوت بوكسز على اللعبه. العالم بتقلك $875 مليون مصاري كفايه، بس اندرو ويلسون جزار وبده بعد، وبلش يفوت المايكرو ترانزاكشنز واللوت بوكسز على العابه. بس دران دوتا فيها مايكرو ترانزاكشنز ولوت بوكسز، ليه بتحكي عنها بالعاطيل؟ الدوتا لعبه ببلاش، والطريقه الوحيده اللي بيطلعوا مصاري منها هو بانه يبيعونا امور ثانويه ما بتاثر على اللعب، اما اللعبه فيك تلعبها كامله بكل تفاصيلها ببلاش ومنك بتضطر تدفع ليره. من ثاني ناحيه اي اي بتبيعك لعبه ب $60 ناقصه، ولتفتح كل تفاصيلها بدك تدفع $10 من هون، $20 من هون، ومش تفاصيلها يعني قصص بلا طعمه. مثلا بستار وورز باتل فرونت 2 لتلعب باكثر شخصيه مشهوره باللعبه دارث فيدر بدك تدفع مصاري، او بدك تلعب 50 ساعه لعب لتجمع اغراض كفايه لتفتحها. وكمان فوتوا اللوت بوكسز على اللعبه وبيطلع لك فيهم ستار كاردز، وهول بيقووا لك شخصيتك وبيخلوا اللعبه تصير باي تو وين، ادفع لتربح. وهيدا كله صار اسبوع من بعد ما ممثل اي اي كتب على تويتر حاليا في كتير العاب عم تستغل اللعيبه وكتير العاب تستغلهم احسن من غيرهم. نحن كتير اهتمينا بانه الستار كاردز يكونوا متوازنين وبيحسنوا اللعب بطريقه مسليه، وجمل مثل باي تو وين وهالمواضيع صعبه انك تهرب منهم، بس عم نجرب بكل قدرتنا انه نوازنوا لهالسيستم. هيدا الموضوع ما انقضى على خير وقامت ايام العالم كلها، فاي اي راحوا يدافعوا على حالهم وقالوا نحن عم نجرب نخلق حس المكافاه والفخر عند اللاعب بس يفتح شخصيه جديده. يعني اي اي تعوا سحسحوا لنا خلص، تعوا خذوا مصرياتنا كمان يلا. هذا التعليق تبعهم صار اكثر تعليق بتاريخ ريدت بينعمل له ديسلايك واخذ فوق ال 600,000 ديسلايك، وبلشوا العالم يسحبوا البري اوردرز تبعهم عن اللعبه، وخسرت اي اي $3.1 مليار من قيمتها. من بعدها اي اي ليصلحوا الوضع سحبوا اللوت بوكسز من اللعبه وظبطوا الارقام ليصيروا معقولين وردون بتخفيض كتير بسيط، وعصبوا اللعيبه زياده لدرجه انه اشتكوا لديزني، وساعتها ديزني دخلوا بالموضوع وقالوا لهم نحن ما اشترينا ستار وورز لتخربوا لنا اياها.
طفي المايكرو ترانزاكشنز باللعبه احسن ما اكسر لك اجريك. اي اضطروا يخضعوا لديزني وطفون. اي تحولت من شركه خلاقه وعمود فكري لعالم الالعاب وصارت كونسير بعظامه ومعمل يضخ زيت اللعبه سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه. واخر اعلان منهم كانت على لعبه نيد فور سبيد جديده تبعهم، وعرفنا من الاعلان انه ما فيها لوت بوكسز وما فيها مايكرو ترانزاكشنز ومفروض فيك تلعبها كامله. معقول اي تعلموا الدرس وعم نرجع نشوفهم عم يظبطوا وضعهم، ولا حاليا عم بيعطونا ابره بنج لننسى القرف اللي حطونا فيه بين ما كان صار فيهم يرجعوا يعملوا اللي بدهم اياه؟ ما بعرف. كل اللي بعرفه انه اي اي حاليا اكبر من انه ضربت 3 مليار دولار تعمل لها درس، بس ان شاء الله يكونوا كبار كفايه ليغيروا طرقهم الزفت ونرجع نشوف العاب جديده عم تصدر من عندهم. اكبر شركتين جيمنج بالعالم هن بليزرد واي اي، وهالاسبوعين بفرجوا تضارب كتير كبير بين الاثنين العراس، مع انه اثنيناتهم عندهم ذات القوه بالسوق. يعني منك مضطر تستعمل اساليب وسخه لتوصل، وحتى بليزرد هي رقم واحد، فتخيلوا لو بدل بليزرد واي اي كان عندنا بليزرد وبليزرد. كم عالم جديد كان خلق لنفوت فيه، كم كوكب. خلص سد نيعك. اذا بعدك عم تحضر لهلا بشكرك كتير، ان شاء الله تكون حبيت الفيديو، وما زالك حضرت لهلا عندي مفاجاه لك. فوت على الديسكورد على الساعه 7 توقيت بيروت، انا رح كون ناطركم بتشات العاب وهونيك المفاجاه. على كل حال معكم دراد، ان شاء الله تكون بسطت بالحلقه اليوم، ما تنسوا لايك وسبسكرايب وترن الجرس، كمان حاولوا نعزف على التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وعلى الديسكورد. شوفكم بحلقه جديده.